قرب أعياد الميلاد ورأس سنة الميلادية، هي الليالي المباركة التي أضاءت العالم بالمحبة والعدالة وروح السيد المسيح التي حلت فحل السلام، وأصوات الترانيم التي علت كاتدرائية سيدة الانتقال في بلدة خبابة بجوقة الفرح الكبرى داخل الكنيسة وغناء واجتماع المؤمنين بأفراح الميلاد. أكيد احتفالنا بميلاد سيدنا يسوع المسيح هو التأكيد على أنه الفرح حاضر بحضور الله بحياتنا، تمام؟ وبما أنه الله حاضر بحياتنا فهو له المجد، قادر أنه يغير كل الظروف اللي عم نمر فيها ويرجع الفرح الأكيد والسلام. هلا مبدئيا نحن صلنا فترة عم نحاول نزور الرعاية البعيدة عن دمشق، يعني نغير عن دار الأوبرا لحتى نكون موجودين بين الناس، فاخترنا هالسنة بضعة مدن وبلدات، من ضمنها كان أول أمسية لنا بخباب. حقيقة حملنا الفرح لألون وهن عطونا المزيد من الفرح، حسينا أنه كانت أمسية صلاة ومحبة. قدمت فرقة مراسم خبب وفرقة فراشات خبب للرقص عدة عروض موسيقية وغنائية راقصة وعرض لفرقة الطبول، وبرعاية المطران الياس الدبعي تم افتتاح مغارة يسوع المسيح وإضاءة شجرة الميلاد التي تنذر ببدء الحياة مع ولادة السيد المسيح. بتمنى السلام بمناسبة ميلاد سيد مسيح، السلام لسوريا، سلام لسوريا، سلام لسوريا، والفرح يا رب لكل الطوائف. كثير مبسوطين بوجودكم بجوقة الفرح، شكرا كثير، أدخلوا الفرحة لقلوبنا. نشكر سيدنا وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام سيد الوطن بألف خير. بتمنى الخير لكل الأبرشية ولكل العالم، وبتمنى لكم كل عام وانتم بخير. بتمنى اول شيء السلام لسوريا، والله يبعثنا الايام الحلوه. امنيات وامال تركها اهالي خبب المحتفلين بانفراجات كبيره على سوريا بعد ان تركت الحرب ندوبا ستمحيها محبه ولحمه الشعب السوري بكافه اطيافه. مرح المقداد، الاخباريه السوريه.